اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه من برنامج الترند. اكيد الفقره الحواريه هيكون فيها اسئله وموضوعات وتفاصيل كتيره على الاحداث اللي موجوده في الساحه الرياضيه، لذلك بيشرفنا وبينورنا في هذه الفقره الحواريه الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ شريف عبد القادر، مدير تحرير جريده الجمهوريه. استاذ شريف، منور الدنيا واهلا بيك في برنامج الترند. اهلا بيك واهلا بمشاهدي قناه الاهلي، ومبروك عوده البرنامج وموفق دايما ان شاء الله. الله يخليك استاذ شريف. طبعا احداث كتيره جدا في الساحه وفي موضوعات كتيره ممكن نتكلم فيها. اول حاجه مباراتي الزمالك وبيراميدز والاهلي وسيراميكا والاحداث اللي شفناها في المباراتين. بالتاكيد طبعا يعني علامات استفهام كبيره جدا على اداء الاهلي والزمالك. وتحديدا الاهلي، يعني كان في علامات استفهام جدا على التشكيل، على توظيف اللاعبين، على مراكز اللاعبين. يعني كان في بعض اللاعبين بعيد تماما عن المشاركه بصفه اساسيه في الفتره اللي فاتت. انا مش ضد ده، ولا بس مش في مباراه تبقى فاصله وتاهلك لمباراه نهائيه على لقب او على بطوله. ممكن في مباراه في الدوري سهل ان انت تعوض، سهل ان انت تعود في المباراه، لكن في مباراه فاصله انا الاهم عندي ان انا اضمن النتيجه، بعد كده ممكن اريح العناصر الاساسيه. فكان في ملحوظات كتيره على اداء الجهاز الفني بقياده السويسري مارسيل كولر، طريقه اداء بعض اللاعبين، تراجع مستوى بعض اللاعبين، وواضح برضه ان تجهيز اللاعبين بشكل كبير جيد جدا قبل المباراه. معروف ان انت هتقابل المجهول اللي هو سيراميكا كليوباترا. صحيح. فريق عمل 15 صفقه ما تعرفش عنهم حاجه، ما خدش اي مباريات، معسكر اعدادي بقاله فتره في الامارات، فانت هتقابل المجهول، فكان لازم يبقى في حرص زائد في المواجهه. الظروف خدمتك وتقدمت بهدف تاريخي في الثانيه 11 ونتيجه المباراه بقت عندك، المفروض يبقى في اداء افضل من كده. فوجئنا باداء سيراميكا، كان الافضل، كان الاكثر استحواذا، اكثر انتشارا، اكثر سيطره، الاكثر فرصا وتهديدا لمرمى النادي الاهلي، ولولا يقظه ربيعه ومصطفى شوبير كان ممكن النتيجه في الشوط الاول تبقى أسوأ من كده. وطبعا خلص الشوط الاول بالتعادل. الضغط الجماهيري والحوافز الجماهيريه في الشوط الثاني عادت النتيجه تاني ليك بهدف برضو من خطا دفاعي. كان المفروض يبقى في تغييرات بدري شويه، تاخرت التغييرات لدقيقه 65 او 66 منتصف تقريبا في منتصف الشوط الثاني، اعادت التوازن شويه لوسط الملعب. ده الكلام دوت يعني بيضعنا في يعني واضح ان اللعيبه برضو مضغوطه لسه، ولسه نتيجه مباراه السوبر الافريقي مأثره على بعض اللاعبين في الملعب واللعيبه مضغوطه. فكان لازم الفتره اللي فاتت دي يبقى في تجهيز ذهني ونفسي للاعبين لاخراجهم من الحاله اللي كانوا عليها. المباراه اللي جايه صعبه جدا ومحتاجه حوافز ودوافع كبيره جدا امام الزمالك. لقب لازم تحافظ عليه، انت محامل اللقب لازم تحافظ عليه. اللقب، الفوز باللقب ده يؤهلك نفسيا وبدنيا للاهم، وهو مباراه العين في الانتر كونتيننتال، بطوله الافرو اسيويه. وده الاهم بالنسبه لجماهير الاهلي، ان انت تتاهل للادوار النهائيه في كاس العالم للانديه اللي هتبقى في قطر ان شاء الله. كل دي حاجات لازم يعني ال 48 ساعه دول عمل شق للجهاز الفني والاداري، خاصه بعد الظرف اللي حصل النهارده باستبعاد كهربا والازمه اللي حصلت الاخيره دي وترحيله الى مصر وتغريمه. لازم برضو نهاية نخرج اللاعبين من الحاله دي، لان اكيد طبعا في لعيبه هتبقى حزينه على زميل، الموقف صعب، الكلام ده كله. نفس الشيء برضو في مباراه الزمالك، طبعا يعني يمكن مباراه الاهلي ما فيهاش خطا تحكيمي مؤثر. صحيح. يمكن الناس اتكلمت على لمسه اليد بتاعت اكرم توفيق، انا شايفها يعني هو كان نازل الكره طلعت من رجل ايمن مكة في قدم اكرم توفيق وتردد في ايده، وهو نازل على الارض. لا، وحصل كمان تعديل على فكره لمسه اليد، بس الناس يبدو انها مش متابعه، فلمسه اليد ما منعتش فرصه واحده، ده لسه الكره في نص الملعب. في نص الملعب يعني. وبعدين يعني الكره جت من رجل اكرم لايده وهو نازل على الارض، يعني فهي ده الخطا اللي هو اللي هي الناس اتكلمت عليه في مباراه، يعني المباراه عدت بسلام تحكيميا، لكن طبعا كان في اخطاء تحكيميه اثرت في النتيجه.
وواضح ان طاقم التحكيم وطاقم الفار كانوا يعني في اسوأ حالاتهم، قرارات عكسيه كتيره يعني، مش يعني في حاجات ما اثرتش في سير المباراه، لكن في حاجات اثرت في نتيجه المباراه بشكل كبير جدا. يمكن حتى تابعنا الاستديوهات التحليليه والبرامج اللي كانت مصاحبه للمباراه امس، وشفنا تصريحات كابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، والفيديو اللي نشره لركل الهدف الالغي، وركله الجزاء اللي كان المفروض يتبعها كارت احمر، وتعليق الحكام اغلب الحكام على القرارات التحكيميه في المباراه الثانيه. مش عايز اقول يعني قصه الاخطاء وارده دي، الكلمه دي يعني اتلغت، لا اتلغت في وجود الفار لازم تتلغي، يعني لا وجود للخطا البشري في وجود الفار. خلاص الفار ده لان انت بتطبق لوائح وقوانين، انت المفروض تبقى حافظ اللوائح. وحكم الفار قعدت بالسبعه والثمان دقائق عقبال ما حسمت، لكن انت سرعه اتخاذ القرار ان الكره تسلل في لعبه زي دي، في كم الزحام ده بتاع اللاعبين دول، يعني انت حوالي 18 لاعب في الكره دي ما بين مدافعين الزمالك ومهاجمين بيراميدز، وتتخذ القرار بالسرعه دي خلى فيه شكوك كبيره جدا. ويمكن ده واضح حتى في الفيديو اللي نشره الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز. حتى النقطه اللي بتحط عندها المكان عشان تشوف التسلل، انت ما طلعتليش صوره واضحه تكشف لي فيه تسلل ما فيش تسلل، وانت المفروض حكم دولي كبير وليك خبرات كبيره، والمشهد ده متكرر حصل في ماتش الاهلي وفاركو. بالتاكيد طبعا. وده يودينا بقى للقرار اللي صدر من لجنه الحكام واتحاد الكره، اللي هو اسناد تحكيم البطوله لحكام مصريين. بص حضرتك، معروف ان يعني من الجائز ان النهائي يبقى اهلي وزمالك، وارد طبعا. كل مباراه للاهلي او الزمالك مع اي فريق لها ظروف خاصه، وممكن يبقى فيها اخطاء تحكيميه والكلام ده كله، لكن مباراه الاهلي والزمالك ظرف طارئ. ليه بقى؟ اي حكم مصري ايا كان درجه كفاءته او درجه مهاراته وخبراته والكلام ده كله، ولكنه بيتاثر بالضغوط بالجماهير وبالضغوط، وشايفين احنا من امبارح كم الضغوط والتصريحات والتويتات اللي عماله تتعمل على امين عمر والكلام ده من ساعه ما اتقال ان هو اللي هيبقى حكم الساحه، رغم المفروض تسكت وتعدي وانت كسبان بقى خطا تحكيمي انت فاهمني حضرتك. فاسنادها الحكم اجنبي بينهي الجدل، فانت كان لازم تبعد عن نفسك وجع الدماغ. حضرتك لو رجعنا كده مباراه السوبر الافريقي، لو المباراه انتهت بركله الجزاء اللي كان متقدم بيها النادي الاهلي واللي اقر بصحتها كل الناس وفاز الاهلي باللقب، ما كناش خلصنا لغايه دلوقتي، ما كناش خلصنا غد، ومؤامره والماتش اتلعب في السعوديه، كان زمان لسه بنحكي في القصه دي لغايه دلوقتي يعني انت فاهمني. فانت لازم يعني تنهي حاله الجد. ايه المشكله ان انت حتى تجيب طاقم تحكيم اماراتي للمباراه النهائيه؟ هو استعمل حكم اماراتي في ماتش الاهلي وسيراميكا على فكره، ايوه في الفار، نتيجه التخبط مسافر بعد حكام يعني. ايه المشكله؟ ايه المشكله وتبعد عن نفسك وجع الدماغ ده كله، وتخش بقى في الجدل والتويتات والضغط الاعلامي على الحكم، والحكم اصل ده حكم لنا ماتش وقال كذا وعمل كذا، ما تنهي الجدل ده كله وتريح دماغك من الاول ان المباراه النهائيه ايا كان طرفيها هيحكمها طاقم تحكيم اماراتي مثلا، او طاقم تحكيم من اي دوله عربيه قريبه، او حتى طاقم تحكيم اجنبي. لكن انت دخلتنا في ازمه بلا لازم. هو بقى عنده مشكله تانية، ان ما ينفعش الخطا اللي عمله محمود عاشور تكرره. يعني انت لو قررته يبقى انت بتقر ان عاشور صح، والناس كلها شايفه انه غلط. حتى وائل فرحان ما عنده اخطاء في الدوري المصري. ما انت ياما عانينا من اخطاء وائل فرحان في الدوري المصري، يعني اذا كان محمود عاشور عنده ملاحظ في المباراه الاولى ما بين بيراميدز والزمالك، مظبوط، وائل فرحان عنده ملاحظ ياما. الغريب يا كابتن استاذ شريف، الغريب انه ما خدش الحكام الخبره، يعني انت زنقت نفسك في عدد، فين محمد عادل؟ فين محمود البنا؟ يعني ممكن يكون البنا بعيد الفتره الاخيره. والاختيار بالهوى. بالهوى. لجنه الحكام، بص اولا لازم يجي رئيس لجنه برضو اجنبي. ده اللجنه لازم تتغير كلها. طبعا لازم يجي اجنبي، يعني واضح يعني من الاختيارات، يعني
ده ده حبيبي وده صاحبي شلل ده برتاح له يعني. انت عارف الحكام في مصر يعني دول تبع فلان ودول تبع صاد، مش عايز اقول اسماء يعني بالظبط، ودول اصلا بتوع الحرس القديم ودول اللي كانوا مع فلان ودول اللي ضربوا في فلان لما مشي، انت عارف القصه بتاعت الحكام في مصر، ويعني كلام كتير يتقال في الموضوع ده. فلازم يجي رئيس لجنه حكام ويجوا محاضرين يفسروا قوانين للحكام وامتى تتدخل وناس ليها علاقه بالفار تفهم الناس تتدخل ازاي. وقرار زي بتاع امبارح ده، انت حسبت ركله الجزاء او الفار قال لك ان دي ركله جزاء، طب ما في النص الثاني من القانون ان الحاله دي طرد، كارت احمر، كارت احمر ما نفسهاش ليه؟ واكتر من حكم طلعوا او خبير تحكيمي من الحكام السابقين طلعوا بعد المباراه واكدوا على الحكايه دي. طب انت يعني انت مش خد باله من القرار ولا الحكم الفار محمود عاشور حتى لما رجع معروف وقال له فيه هنا امكانيه ضرب الجزاء ما قالوش حتى القرار الاداري. بالتاكيد يعني، فطبعا انت حطيت نفسك في ازمه بلا لازمه كلجنه حكام وكاتحاد كره مسؤول عن السوبر، ان انت كان المفروض من البدايه المباراتين قبل النهائي بحكام مصريين والنهائي ايا كان طرفيه بحكم طاقم تحكيم اجنبي. لكن اللي حاصل دلوقتي انت في ازمه هنقعد نتكلم فيها خلال 48 ساعه لغايه، وربنا يستر ما تبقاش ازمه يعني يحصل كارثه في المباراه وتبقى عواقبها برضو عواقبها اكبر اكبر من كده. ما هو الكلام الكل اللي هيحصل الفتره الجايه كله هيبقى رايح في سكه التحكيم مش رايح في الامور الفنيه. طبعا ما حدش بيتكلم دلوقتي من امبارح، الكلام كله تويتات كلها والسوشيال ميديا كلها بتتكلم على امين عمر وطاقم الفار اللي هيتعين. مش مستغرب شويه من التويتات دي يا استاذ شريف؟ يعني على المستوى الاعلامي ما كناش بنشوف حتى ده، يعني اسلوب يعني بتستسهله الناس بتستسهله دلوقتي للضغط على الحكام والكلام ده كله، وللاسف الشديد بيجيب حكام نتيجه من الحكام المصريين للاسف الشديد ممكن يؤثر. طبعا طبعا طيب بيتاثر بالجمهور وبيتاثر بالسوشيال ميديا وبيتاثر بالادارات الانديه وبيتاثر باللعيبه كمان اكيد طبعا زي ما انت شفت اكيد الحالات اللي معانا. كابتن ناجي جهده محمد ناجي جهده امبارح كتب تويته هتعرف تنام ازاي، رد عليه النهارده كابتن محمد فاروق رد غريب جدا يعني ما اعرفش يعني انا بصراحه قال له نام، قال له نام كويس، قال له نام كويس يعني بصراحه حتى الردود نفسها لا ردود احترافيه يعني ولا ردود فنيه حتى يعني ده المفروض يرد بالحاله يعني الجذب او الشد اللي حصل مع لاعب بيراميدز من محمود بن تاكل اللي المفروض فيها كارت احمر. خد بالكم مش قصه عرقله بس، ده انت بتتكلم في جذب يعني الجذب والشد ده فيه كارت احمر مش كارت اصفر، تسلل الكوره جون مش تسلل، الحاجات دي رئيس اللجنه يطلع يرد. بس على فكره لا محمد فاروق محاضر ولا ابراهيم نور الدين محاضر، فمين هيطلع يرد اذا كانت الناس اللي موجوده اصلا مش محاضرين؟ عموما لسه الملف مستمر ولسه عندنا تفاصيل اكتر والفقره الحواريه لسه فيها موضوعات مهمه جدا، كل ده ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد والجزء الاخير من برنامج الترند في الفقره الحواريه مع الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ شريف عبد القادر مدير تحرير جريده الجمهوريه. استاذ شريف يمكن لو بنتكلم على المستوى الفني، هل تتوقع الاداء الفني اللي ظهر به الاهلي والزمالك قد ينعكس على ادائهم في لقاء النهائي ام مباراه النهائي لها حسابات خاصه، الحماس والجديه والاصرار والفوز بالبطوله ولقاء ديربي او كلاسيكو ما بين الفريقين؟ هو طبعا يعني اولا الاداء الفني امبارح ده يعني لا يرتقي لاسم الفريقين يعني اذا كان اهلي او زمالك يعني بالمقارنه بسيراميكا وبيراميدز، لا يعني التوفيق كان حليف الفريقين في التاهل للمباراه النهائيه سواء الاهلي او الزمالك. لكن مباراه الاهلي والزمالك بشكل عام او بشكل خاص لها حسابات اخرى ولها مقاييس اخرى، ولكن انا اعتقد ان برضه هيبقى فيها شد عصبيه شويه، هيبقى فيها عصبيه شويه الاكثر تركيزا وحرصا وثباتا انفعاليا وذهنيا هو اللي هيفوز باللقاء، هو اللي هيفوز باللقاء، هو اللي هيفوز باللقاء. الفرقتين عندهم ضغوط ولولا غير كده يعني، وان الزمالك كان فايز باللقب فما عندوش ضغوط، والفرقتين عليهم ضغوط وضغوط كبيره جدا. الاهلي عايز يفوز باللقب ويرجع ليه يخش مباراه العين بمعنويات مرتفعه، والزمالك عايز
يثبت ان هو فوزه بالسوبر الافريقي ما كانش صدفه او ما كانش ضربه حظ او مش بركلات ترجيح، لا ده عن جداره. الاثنين مدربين عندهم دوافع، اللعيبه عندهم دوافع. لا فهي مباراه هتبقى مباراه قويه، ممكن يبقى فيها عصبيه نظرا للحماس الجماهيري اللي هيبقى طاغي جدا على اداء الفرقتين. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا كابتن. اهلا بيك يا ابو حميد. طبعا فرصه وانت معانا اسالك سؤالين في سؤال واحد. هل تتوقع مباراه الاهلي والزمالك في النهائي يوم الخميس المقبل ستكون بمستوى فني افضل من اللقاءات اللي ظهرت بالامس؟ واختيار طاقم التحكيم شايف ممكن يبقى مصري ولا اتحاد الكوره شايف ان ممكن يقرب في اختيار طاقم تحكيم اجنبي؟ والله محمد اكيد طبعا المستوى هيختلف بشكل كبير جدا، لاعبين كتير جدا تخلي بالك اللعيبه اللي هي حتى بتشوفها وصلت في حاله معنويه او حاله فنيه بشكل مميز جدا، مثلا رامي ربيعة عملها ازاي؟ عشان كان بيلعب باستمرار مع المنتخب الفتره اللي فاتت. صحيح. عشان كده هتلاقي في لعيبه في لعيبه واقفه على ضغط الكوره واقفه على رجلها بشكل كويس، وفي لعيبه لسه بدايه الدوري او بدايه لسه الدوري ما اشتغلش، بدايه فتره الاعداد بعد ما كانت موجوده الفتره اللي فاتت، ففيها شويه طبعا قصور دي بتيجي مع مش عاليه بس بيعرف. ده الشق الاولاني اللي هنتكلم فيه. الشق الثاني اللي بنتكلم اكيد هو التحكيم، انا شايف لحد دلوقتي الفتره اللي فاتت كويسه، يعني انا شايف نوعا ما بالحكام المصريين مفيش حاجات مؤثره بشكل كبير، بس انا شايف اللي ممكن الاتجاه او التصريحات اللي طلعت اللي ممكن يبقى ممكن يبقى في تحكيم، ممكن يبقى في تحكيم اجنبي يعني في الفريق عشان بيخلوا مسؤوليتهم، مش عايزين مثلا التحيز هنا وهنا او يحصل مشكله يعني. اكيد. طيب سؤال اخير وسريع، مين لفت انتباهك من لاعبي النادي الاهلي بالامس اللي عايز تقول له يعني مان اوف ذا ماتش؟ ده هو رامي امبارح، رامي ربيعه هايل امبارح، رامي الناس اللي شايفها امبارح مع المنتخب الفتره اللي فاتت ماشي بشكل كويس. والتاني كمان اللي جينا نتكلم، احنا كنا فتره قعدنا ننتقد طاهر بشكل كبير، لانه طاهر امبارح من الناس في المكان بتاع البوزيشن بتاعه، بس امبارح ادى بشكل كويس. فانا شايف عموما مجمل يعني اداء كويس في ظل الحالات اللي موجوده يعني. باذن الله. كابتن احمد ابو مسلم يمكن مداخله سريعه، لكن بنشكرك بالتاكيد وبنتمنى لك التوفيق في التجربه الجديده مع فريق كيما اسوان في القسم الثاني. الكلام ما اختلفش برضه يا استاذ شريف، ونفس الرؤيه الفنيه بخصوص الاداء اللي ظهر فيه الفرقتين وفي موضوع التحكيم. هو قال جزئيه مهمه جدا، ان انت الفرق الكبيره وهي في اسوأ حالاتها او في مش في يومها او الى اخره بتعرف تكسب. هو المباراه امبارح خلصت بالتفاصيل وخبرات اللاعبين سواء الاهلي وسيراميكا او بيراميدز والزمالك. يعني هتلاقي التفاصيل الصغيره، خبرات اللاعبين في الملعب هي اللي حسمت النتيجه يعني في شكل عام، وشويه تغييرات حصلت للاهلي يعني ادته الافضليه في النص ساعه الاخيره مع الاجهاد البدني اللي كان عليه برضو بعض لاعبين سيراميكا من المجهود اللي بذلوه في الشوط الاول. طيب كلمه اخيره اختم معاك الحوار بتعيين طاقم تحكيم تركي وايطالي لمباراه الاهلي والعين. طبعا انا سمعتك في الانترو وانت بتتكلم على الحكم الحاج خليل دوت ومعاه الحاج ابراهيم خليل وابراهيم نتاجم تحكيم من شبرا ماشي. فطبعا نتمنى التوفيق طبعا، ويعني ده اختيار الاتحاد الدولي، نتمنى التوفيق. وطبعا يعني حكام من اوروبا معاهم طاقم فار من ايطاليا، نتمنى لهم التوفيق طبعا بعيدا عن المواقف اللي اتعرض ليها خليل قبل كده، سواء في الدوري التركي او في مباريات في دوري الابطال الاوروبي او في امم اوروبا، لكن بتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، ونشوف مباراه قويه بين الاهلي والعين الاماراتي باذن الله، ونهني الفائز ونقول هارد لك للخاسر ان شاء الله، ونبارك للاهلي ان شاء الله باذن الله. استاذ شريف نورتني وشرفتني، وشكرا جدا لحضورك ومشاركتك النهارده معانا في برنامج. ربنا يخليك. شكرا. شكرا جزيلا. فقره حواريه مهمه جدا مع كاتب صحفي كبير الاستاذ شريف عبد القادر مدير تحرير جريده الجمهوريه، ويمكن قربنا شويه من الكواليس والتفاصيل في الموضوعات المثاره على السوشيال ميديا وفي الساحه، وتحديدا مع قرب موعد نهائي كاس السوبر للانديه الابطال ما بين الاهلي والزمالك. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وغدا يتجدد اللقاء في 6 مساء على شاشه قناه الاهلي. شكرا والى اللقاء.